السلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى شرح أبواب كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ بشرح هذا الكتاب، يعني عندنا أسئلة، منها لماذا ندرس التوحيد؟ لأن البعض يقول لماذا يعني كانت هذه الليلة في التوحيد، لماذا لا ندرس مثلا الفقه، المصطلح، الحديث، كذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدوا. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. وقد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ تقول نعم أنا موحد. يقول ما هو التوحيد؟ تقول لا أدري. لا يمكن. هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك، أنا موحد. يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا كنت لا تعرف الشرك يقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه. إذن أهم وأوجب الواجبات هو التوحيد، وأعظم المحرمات عقوق الوالدين. لا، أعظم المحرمات الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الكتاب نستطيع أن نلخص الكتاب هذا حتى يضبط ويحفظ إلى 10 أقسام. مقدمة، يا أخي الله يرضى عنك لا تكتب، أعطيك بعد الدرس تعال بعطيك مذكرة مكتوب فيها كل شيء. القسم الأول مقدمة، 5 أبواب، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وسبب كفر بني آدم، ودحف حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات والخاتمة. 10 أقسام نمر عليها بإذن الله تعالى. إذا حتى يضبط الكتاب، العلماء يقول رحمهم الله، يقول العلم ما هو؟ العلم جمع تفريق والسبر وتقسيم. يقول هذا العلم. إذا أردت أن تحكم على عالم من العلماء أنه ضابط، كيف تعرف الضبط؟ يقول أنه ينظر في الأدلة، يجمع الأدلة ثم يقسم. يقول نظرت في الأدلة وجدنا أن أنواع التوحيد 3، نظرنا في الكلام وجدنا الكلام اسم وفعل وحرف، سبر وتقسيم. يستطيع يجمع ثم يقسم. وجمع وتفريق، يعني عندنا يقول لا يفرق بين كوعي وبوعي، صحيح؟ فهذا ما يفرق بين كوعي وبوعي، لا يعرف الفرق بين الشرط والواجب. بعض الناس تسأله ما هو الفرق بين الشرط والواجب؟ قال لا أدري. إذن هذا ليس بعالم، لازم يفرق بين الكوع، تفرق، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر كرسوع، ورسخ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ واحذر من الغلط. أنا أعرف الحمد لله كوع من بوع، تمام. إذن أخواننا لابد أن تعرف أولا محتوى الكتاب. أي كتاب تقتني، أهدى الآن لك بعض الأشخاص كتابا ما، إيش تصنع؟ أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله، أقل شيء تقرأ المقدمة والفارس حتى تعرف محتوى الكتاب، الغرض من التأليف، سبب التأليف. فهذا الكتاب نستطيع أن نفهرس، نقسم هذا الكتاب إلى كم قسم؟ 10 أقسام. لا واحد يكلمني اللي أوجه إليه السؤال. 10. مقدمة، تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وخاتمة الكتاب. الأبواب عندنا 67 باب. الباب الأول هو لم يبوب رحمه الله لهذا الباب. لماذا؟ هذا المؤلف رحمه الله سار على طريقة الأئمة. البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه. لماذا؟ لأنه أراد أن يعلق الناس بماذا؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد، قطعة من البخاري. هذا بخاري هذا الزمان، محمد عبد الوهاب رحمه الله. فلم يذكر مقدمة اقتداء بالبخاري، واحد.
لم يذكر مقدمة وجد في بعض النسخ البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سقطت من بعض النسخ، لم يوجد مقدمة. لا داعي أن أذكر لك مقدمة، هو قال كتاب التوحيد، حتى البليد يفهم ماذا يريد أن يقول لك هنا. صحيح؟ الأبواب الأولى الخمسة تكفي أن تقوم مقدمة لهذا الكتاب. إذن لماذا لم يذكر مقدمة ذكرنا هذا؟ إخواننا باختصار، سبب العداوة للوهابية لمحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سبب العداوة والله سبب واحد، ما هو؟ التوحيد. كل من أراد أن يعلق الناس بالله سبحانه وتعالى يقال عنه وهابي. إذا سبب العداوة لو تبحث والله تجد أن السبب هو التوحيد. أراد رحمه الله أن يعلق الناس الخلق بالخالق وهم أبو هذا، فكل من يحارب التوحيد أو يصد الناس عن تعليمه كما صنع كفار مكة يصنع هؤلاء ويقولوا عنا وهابية وكذا وكذا. لا أحد يقول عن نفسه أنه وهابي، لكن ها دعوة هذا الرجل، كتب مؤلفات هذا الرجل تجد أن فيها لم يتكلم بكلمة واحدة، وهذا الذي تميزت به كتب محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب خاصة لا يوجد فيه إلا قال الله قال رسول عليه الصلاة، حتى في التبويب أحيانا يبوب كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، آية حديث أقوال السلف الصالح. نعم، إذن إحنا الآن نبدأ بالباب الأول، نريد أن نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد. لأننا الآن لو تجمع الأدلة في هذا الباب تجدها تجتمع في ماذا؟ في وجوب التوحيد، أن التوحيد أوجب الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم شيخ تفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم في بعض النسخ، قلنا في البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض النسخ كتاب التوحيد وقول الله تعالى داخل في الموضوع مباشر. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن هذا معناه أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا التوحيد، قال كتاب التوحيد. إذن عندنا عمارة، العمارة هي الكتاب، خلاص. الآن العمارة هذا فيها طوابق، كم طابق عندنا هنا؟ 67 طابق، هي الأبواب، خلاص. أبواب كل باب لشقة اعتبره أنت الآن، وهذه العمارة بأكملها كتاب. إذن كتاب التوحيد، والآن سيبدأ بإذن الله تعالى في الباب الأول. الباب الأول اصطلحنا أن نسميه باب وجوب التوحيد، لأن أوجب الواجبات وأول واجبات وخلقنا من أجله ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا بدأ بهذا الباب؟ أراد أن يبين لك وجوب التوحيد. فإذا عرفت أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء بالباب الثاني فقال، قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لماذا جاء بباب فضل التوحيد حتى تشتاق؟ لأن مشكلة عندنا، لو كانت هذه الليلة في كتاب النكاح كان شوف يضحك. لا يا إخوان، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا يمكن أنك لا تفرح بدرس التوحيد. ولهذا وصل البعض إلى مرحلة أنه لا يريد يسمع عن التوحيد شيئا. مصيبة هذه. حياة القلوب هي التوحيد. الإشكال عندنا في العمل، في التطبيق، وإلا لا ينقصنا علم والله، لكن ينقصنا عمل. هنا لا يمكن أن يكون القلب قلب سليم إلا ولا يوجد فيه إلا الله،
فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فجاء بهذا الباب حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد وتعليم التوحيد وتعليم. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا لا يعني أن التوحيد ليس بواجب. قال انتبه، لماذا؟ لأنه ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. من صام رمضان إيمان واحتسابا، هل يدل هذا الحديث أن صيام رمضان ليس بواجب؟ لا، وركن من أركان الإسلام. فذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. إذا لماذا جاء بفضل التوحيد؟ حتى تشتاق. عرفت وجوب التوحيد وتشوقت إليه، الآن إيش بقي؟ بقي أن يبين لك التوحيد حتى تحقق التوحيد، حتى تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشرك والبدع والمعاصي. فقال مباشرة، قال رحمه الله مباشرة. باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد. إذن أراد منك الآن أن تحقق التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه. تحقق التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر أصغر، ومن البدع، ومن المعاصي. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة بغير حساب. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. انتبه، فيقول لابد من تحقيق التوحيد ليس باللسان، لابد من قول وعمل واعتقاد. كيف نحقق التوحيد يا إمام؟ قال تحقق التوحيد بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اقتداء بسادات الأولياء الصحابة رضوان الله عليهم. تحقق التوحيد، تبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك. والنبي وليس معه أحد لم يترك التوحيد، قال تبقى تثبت على التوحيد ولا تقترب بكثرة الهالكين. تحقق التوحيد بأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد على الله مع الثقة بالأخ بالأسباب المشروعة. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لماذا؟ على ربهم لا على غيره يتوكلون. هذا تحقيق التوحيد. إذا كيف نحقق التوحيد؟ نخلص التوحيد شرك بدع معاصي. لابد تحقيق التوحيد قول عمل اعتقاد. ولهذا الإشكال قلنا أكثر إشكال في العمل. نعم. بعد هذا الآن وجب عليك التوحيد، تشوقت إليه، ثم لابد من تحقيقه. كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، فمن تحقيق التوحيد الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، من تحقيق التوحيد الرقية الذبح كذا. كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق. إذا من هنا لنهاية الكتاب تحقيق للتوحيد. نعم. فقال بعد أن ذكر لك تحقيق التوحيد، أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. كيف نخاف من الشرك؟ تخاف من الشرك بتعلم التوحيد، تخاف من الشرك بتعلم الشرك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تخاف من الشرك بالدعاء. البعض لم يطرأ يوما من الأيام على باله أن يدعو بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يدعو بهذا الدعاء؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الله، إمام أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، حقق التوحيد، ومع هذا يخاف. وأنت من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على من؟ على صحابة رضي الله عنهم. قال أخوف ما خاف عليكم. إذا أنت من باب أولى. ولهذا قال، قال باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، لابد نخاف من الشرك. أيضا نخاف من الشرك بالبعد عن الكفار، تبتعد عنهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني، يعني يا رب اجعلهم في جانب أنا في جانب آخر. إمام أهل السنة من هو؟ أحمد رحمه الله. أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله، يقول لا أريد أن أرى. كيف يا إخواننا؟ وأنا أرى اليوم في بعض المقاطع يقول كأس العالم، ونريد نشترك في القنوات، ننظر مباريات،
وشجع الفريق الفلاني، وعندما سجل بعض الكفار هدف قال ينصر دينه. والله قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. عدو لمن؟ لله. في فرق بين التعامل الدعوة، وفي فرق بين الإعجاب بهم وأنت تسمع من يعجب بهم. قال ليت الكويت تبع لفلان، وليت أنا كذا، وليت أنا أوروبيين، وليش ما عندنا تقدم، وليش ما عندنا كذا. سبحان الله عجيب. وين التوحيد؟ التوحيد فقط باللسان؟ لا. إذن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. وبعد هذا الآن تعلمت وعملت، ماذا تصنع؟ قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد تدعو للتوحيد. الآن عندنا شبة النار في الخارج، صح؟ رأيت يا شيخ من داخل؟ شبة النار. هذا الولد الصغير يمشي ويكاد يسقط في هذه الحفرة في شبة النار، وهذا يرى هذول المجموعة هذول يرى هذا الصغير، يحذره ويتركوه. لو تركوه يضمنه؟ أنت ترى أمامه يوشك الوقوع، تقول انتبه أو تتركه. وإذا ما قلت له انتبه وسقط تضمن، السلطان يضمنك. تأثم؟ تأثم. هذا في ماذا؟ في نار الدنيا، حفرة من حفر الدنيا. كيف وأنت ترى الآن الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران، تنبههم أو لا؟ إذن لماذا لا ننبههم؟ لماذا يا أخوانا لا ندعو للتوحيد؟ هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر. إذا ما تشك في التوحيد لماذا لا ندعو للتوحيد؟ لا أدري. لماذا لا نعلم الناس التوحيد؟ الفتوى لها كبار العلماء، لا تفتي كما يقول عندنا بعض الشباب، يقول لا تفلسف. لكن شيء لا تشك فيه 1%، لماذا لا تدعو إليه؟ لماذا؟ موحد؟ لا متدعو للتوحيد. ماذا قال الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا تشك فيه طرفة عين هذا تدعو إليه. تفتي؟ لا. تشك 1%؟ أسكت، لا تتكلم. إذا يا إخواننا لماذا لا ندعو للتوحيد؟ يقول لك هنا إذا كنت حقا محقق للتوحيد لابد تدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجب عليك، تشوقت إليه، لابد من تحقيقه ومن تحقيق الخوف من ضده ومن تحقيق الدعوة إليه. إخواننا إذا ما دعينا للتوحيد من يدعو للتوحيد؟ وإذا لم تبدأ هؤلاء بالدعوة للتوحيد بدأوك هم بالدعوة للشرك. نعم، انتهى الآن من القسم الأول، أبواب 5 مقدمة، لم نبدأ الآن في الكتاب. الآن أراد أن يبين لك ما هذا التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. ما هو؟ قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال أريد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب أفسر، أبين، أوضح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ من هنا توحيد. لكن المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. ما هو العلم؟ تقول ضد الجهل. ما هو التوحيد؟ قال أريد أن أبين لك الشرك. شرك أكبر 4 أقسام: شرك في الدعاء، شرك في الطاعة، شرك في المحبة، شرك في النية والإرادة والقصد ولا غبار. فسر التوحيد بضده. إذا التوحيد دعاء، عبادة مسألة، طاعة لله، محبة تحب الله ولا تحب أحد مع الله، نية ما تنوي العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وإرادة وقصد. فسر التوحيد بضده، وبضده تتبين الأشياء. إذا هذا من تفسير التوحيد أن الدعاء لله والطاعة والمحبة والنية والإرادة والقصد. قال
قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أراد أن يقول لك أن من تفسير التوحيد من الشرك أكبر وأصغر في تفصيل. هو يقول من الشرك يعني بعض الشرك ليس كل الشرك، منه أكبر ومنه أصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. بعض الناس هدانا الله إياهم، إخواننا نحن الآن تعلمنا التوحيد، نبغى نطبق التوحيد، نريد نطبق التوحيد على واقعنا. تمشي الآن وترى بعض البيوت وبعض السيارات وبعض الأولاد ماذا عليها؟ قال رأس، رأس توم، رأس أسد، حوت، سمك عند باب البيت، أو حافر، أو نعل قديمة، أو إطارات السيارات، أو نعل قديمة، أو خرق على السيارات، التريلات شوفها خرق سوداء، وبعض الكتابات عين الحسود لا تسود يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني. يا أخي اتق الله، لماذا تضع؟ ماذا قال المؤلف؟ قال من الشرك لبس الحلقة والخيط وأعضاء النسور وكذا وكذا، والكف موجود أحيانا لرفع البلاء قبل نزول أو دفع، هذا شرك أصغر إذا تعتقد أنها سبب، وإذا تعتقد أنها مؤثرة بذات هذا الشرك أكبر. إذا لابد نطبق هذا الآن، تعلمنا نطبق. خرس زرقاء عين كف، وعندنا بعض أخواننا قال امسك الخشب، ايش امسك الخشب صح؟ لا ما يمكن، لا تمسك خشب ولا تمسك غيره، تمسك بحبل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد ولديه بيت حجرات صح؟ ولديه دواء، وضع شيء من هذا؟ لا، حتى بنضع اليوم على السيارات، اشترى هذا مرسيدس 2019 الله يبارك الأشياء، قال ضع فيها مصحف، ليش؟ قال حتى ما تصدم. طب لو صدمت؟ أمر كتب الله عليك، لا يمكن تضع من هذه الأشياء. لماذا؟ طريقة السلف، لم يضع ما نضع. قال حتى تحفظ معي، قال يحفظ العين رب العالمين. ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أضع لا إله إلا الله، نجد الآن على خلفيات السيارات صح؟ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صح؟ ما شاء الله تبارك الله، لماذا؟ قال حتى العين. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، حتى على البيوت عندنا في المجالس أول ما تدخل من عند الباب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس. طيب هل الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نضعه في المجالس؟ هل هذه تدفع العين؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا كله، أكره مال القرآن المعلق من القرآن، أما غير القرآن شرك أصغر أو أكبر لا شك في هذا. نعم جدد الشيخ، اقرأ جدد هل يدخل فيها؟ أنا ما أسمع جلد الذئب كله، خل الأسئلة بعدين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب من الشرك الرقى والتمائم، لا ماذا قال؟ باب اللي قبل هذا الباب قال باب من الشرك، هنا قال الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن الرقية قسمين والتمائم قسمين. الرقية عندنا رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية لابد تتوفر فيها شروط ثلاثة، اختر شرط واحد تنتقل من شرعية إلى شركية، لا تشك في هذا لا تتردد. الأول أن تكون الرقية من الكتاب يقرأ الفاتحة أو السنة أعوذ بكلمات الله التامات أو بأسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اكشف ما نزل بي أو بأخي، تمام، هذا الشرط الأول تحقق. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني ما يمكن هذا الشيخ أعرفه الشيخ بن باز رحمه الله فلان عندما يريد يقرأ الرقية لابد أن يقرأ بصوت مرتفع، لو يكون من أو نقول عنه ساحر صوت مرتفع واحد. الثاني أن تكون الرقية مفهومة، يعني ممكن نقول لا انتبه نريد نفهم ماذا تقول أو نقول عنك ساحر تنادي الشياطين. ولا يوجد عندنا رقية باللغة البركينية باللغة الهندية باللغة الإنجليزية، رقية باللغة
العربية. هذا الشرط الثاني. الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. ثلاثة شروط، اختل شرط تنتقل من شرعية للشركية. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الرقى منها شرعية ومنها شركية. والتمائم، التمائم كلها من الشرك، ذكرنا رأس الثورة عن الذهب، الحافة النعم القديمة، إطارات السيارات، غيره، بعض الأشجار، بعض الأشياء تخرج من البحر، أعضاء الحيوانات، النسور، إلا إذا كانت من القرآن. قلنا يكتب من القرآن قل هو الله أحد كذا. هذه ابن مسعود رضي الله عنه يكره، فنقول الحكم فيها التحريم. من قال الكراء عند السلف تحريم؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، واحد، كراهية السلف، اثنين، فتح باب شرع على الناس. هذا يضع أشياء من القرآن، هذا يظن أن التعليق كله جائز فيضع أشياء من غير القرآن، تفتح باب الشرع. الرابع فيه امتهان للقرآن، وأن شبهنا القرآن بالتمائم، امتهان للقرآن كيف؟ يدخل بها للحمام، أو إذا كانت على الصغير قد يصيب شيء من بول الغلام. وأنت تعرف على السيارات الآن من يتكع السيارة من يطأها أحيانا. طيب، قال قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك طلب البركة. تبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع ممنوع. كيف نعرف المشروع من الممنوع؟ سهل جدا. المشروع إما يثبت فيه شيء حسا أو شرعا أصبح مشروع، وإلا ممنوع. الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر، إذا التبرك الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر. مثال التبرك المشروع، هذا الأخ يقول أنا أقرأ القرآن يوميا وأحفظ وأتدبر، أنظر في معاني الآيات. لماذا؟ قال القرآن بركة، قراءة بركة، قراءة القرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة، والتداوي بركة، قرآن مبارك. نقول هذا تبرك مشروع. وهذا الأخ قال أنا أصلي في المسجد النبوي وأكثر من الصلاة في المسجد الحرم، لماذا؟ قال الصلاة في هذا المكان مبارك. هذا تبرك أمر شرعي. تبرك محسوس، يقول الشيخ كتب هذا المؤلف رحمه الله والله مبارك، وضع الله في علمه البركة، صحيح؟ كتب شيخ الإسلام فيها بركة. طيب إذا لم يثبت فيه الشيء حسا ولا شرعا ينتقل من المشروع إلى ممنوع. بعض الناس يتمسح بالشيخ قال بركاتك يا سيدنا الشيخ، تبرك ممنوع، إيش بركات؟ زارتنا البركة. خطأ، خطأ، زارتنا البركة ترى، مفهوم؟ أي نعم. بعض الناس يتبرك بالحجر الأسود، حجر أسود لا يضر ولا ينفع. وبعض الناس ترى الآن في مكة يأخذ الشماغة والملابس يمسحها في الكعب، حجر، حجار لا تضر. والله نقبل الحجر، نعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع. قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، في عاقل يقبل أحجار؟ لا، تعبدا لله. نطوف حول الكعبة نعتقد أن هذه عبادة بالطواف، أما الحجارة لا نلقي لها بالا. أما نتمسح بالأحجار، أحد لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. مات الصحابة عند أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد. إذن هذا تبرك مشروع وتبرك ممنوع، تنبه لهذه المسألة. كثير عندنا من يتمسح بالأشخاص، يتمسح بالأماكن، يتمسح بكذا، بعض الخواتم عندنا، صحيح، بعض الأماكن، قال هذا ثوبي ثوب مبارك، دخلت على الأمير أنا بهذا الثوب، هذا قلمي قلم مبارك، لا أراجع في الاختبارات وأكتب كل الاختبارات. لا، تبرك إما بأمر شرعي أو حسي، لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من المشروع إلى ممنوع. أفرأيتم؟ يعني اخبروني ما هذه الأصنام والآلهة التي تعبدون وتزعمون أن لها بركات؟ اللات، العزة، منات الثالثة الأخرى، متأخرة، حقيرة، ذميمة. مر الصحابة رضوان الله عليهم
وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات تعليق. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا البركة تطلب من من؟ من العلماء؟ من الأحجار؟ من الأشجار؟ لا، باب من الشرك الأصغر، يعني معنى الباب من الشرك الأصغر التبرك الممنوع، وقد يصل للأكبر. عندنا تبرك مشروع، نعم، إما بأمر شرعي أو حسي، وإلا ممنوع. نعم. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، عندنا ذبح لله، ذبح لله يوجد، هذه أضاحي عقيقة صدقة. عندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، شرك أكبر، يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن، يذبح لأنه مر السلطان، خرج الناس بالذبائح وقت هذا، والله ما أدري، لا في العراق عندما جاء هذا موسى الصدر الأب الهالك نسعاف السلام، عندما مر في الطريق الناس خرجوا بالذبائح لبر، شرك أكبر. وعندنا من يذبح على سقف المنزل، أول ما يصب السقف قال لازم تذبح فوق السقف والدم تخليه على الدرج، وبعدين تضع البلاط السيراميك، صحيح؟ موجود. تريد تذبح شكرا لله هناك، اذبح وزع، ليس له علاقة هنا. العروس أول ما تضع أول رجل عند بعضها يذبح في وجهها، شركك الصورة. الحكم على أشخاص ليس لي ولا لكم، أريد نحكم على الفعل، حكم على فعل هذا على الفاعل كبار العلماء المحاكم الشرعية. باب يريد هنا أن يبين لك أن من الشرك الأكبر أن تذبح لغير الله محبة وتعظيم. نعم. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا؟ قال: لأن هذا الآن عندما يأتي إلى هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله، أولا فيه تكثير لسواد أهل الباطل، ولا يقعون موطئا يغيظ الكفار. اتق الله، اتق الله، كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ يعني ما بقي الآن عندك إنسان تأخذ منه العلم إلا أهل البدع، ما بقي في أهل السنة خير، ما بقي تطلب النحو أو الأصول أو المصطلح إلا عند أهل الباطل، تكثر سواد أهل الباطل. أولا أنا أتكلم عن الواقع، الواقع عندنا هنا أن بعض أهل السنة يكثر سواد أهل الباطل. إيش تدرس؟ قال أدرس نحو مصطلح إمام، وهنا ما عندنا علم، يقرأ كتب أهل الباطل. ليش؟ قال لأن هذا أدرى. طيب شيخ الإسلام ما هو أدرى؟